هو كابتن النادي الاهلي. انا واحد، انا بالنسبه لي حسام عاشور اصله ده حته الجوانيه جوه قلبي، يعني حسام عاشور ده لانه في 2004 كنا احنا لسه جايين النادي الاهلي، وكان حسام عاشور لسه ولد صغير وطالع، مانويل جوزيه شافه موهبه مبشره تواجد، دخل في وسط لعيبه الحقيقه كلهم لعيبه كبار ولاعيبه اساطير، بركات ووائل جمعه وشادي محمد وعماد النحاس واحمد السيد وشريف وعصام الحضري وكل المجموعه اللي كانت موجوده، وابو تريكه طبعا، وكل المجموعه اللي ما كانت موجوده، يعني اعذروني طبعا لو نسيت اي اسم، ولكن كلهم محمد شوقي، كل المجموعه اللي كانت موجوده جيلبرتو، كلها كانت مجموعه. فحسام عاشور دخل في وسط هؤلاء اللاعبين، شرب من هؤلاء اللاعبين. اللعيبه دي كانت بالنسبه لهم حسام عاشور بقى اخوهم الصغير. انا كنت اتشرف الحقيقه ان انا كنت متواجد في هذا الوقت، وكنت بشوف ان حسام ده عمري ما سمعت منه مشكله، عمري ما سمعت منه قال كلمه كده ولا كده على حد، عمري ما سمعت منه ان هو تعبان بيتدلع اصله مش عارف عنده عامل شعره ازاي ولا حسام عاشور من اول 2004 لغايه 2020 16 سنه من العطاء داخل النادي الاهلي. خلال ال 16 سنه دول حسام عاشور يعني في انديه في مصر ما خدتش عدد الدوري اللي هو خده مع النادي الاهلي. في انديه في مصر ما خدتش الدوري زي ما حسام عاشور لوحده واخد 12 دوري. وهنا انا ما بتكلمش على حد، انا بتكلم ان حسام يعني قيمه كبيره جدا 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 في عالم كره القدم وفي النادي الاهلي، وانا شخصيا بعتبره واحد من الرموز الكبيره جدا جدا في النادي الاهلي. طيب النهارده الحقيقه انا فضلت اليومين ثلاثه اللي فاتوا ما اتكلمتش مع حسام، لكن النهارده الحقيقه اتكلمت مع حسام مكالمه طويله جدا. حسام كان يبدو متاثرا وبشده الحقيقه من قرار المدير الفني للنادي الاهلي مستر ريني فايلر مع لجنه التخطيط بان ده الموسم الاخير لحسام عاشور داخل النادي الاهلي. ولكن اول ما كلمت حسام قال لي يا كابتن يعني انا عايز اقول لك حاجتين، ولو سمحت وصل الرسالة دي لجمهور النادي الأهلي. قال لي الحاجة الأولانية، أنا لم يصدر مني أي تصريح لأي موقع رياضي بيتقال فيه إن أنا بعت النادي الأهلي، أو أنا آسف إن النادي الأهلي باعني، أو إن النادي الأهلي ما قدرنيش، أو النادي الأهلي كذا، أو النادي الأهلي كذا، أو النادي الأهلي كذا. ده أولا. قال لي أنا ما طلعتش قلت كده، أنا كل اللي أنا قلته بعد ما قعدت مع لجنة التخطيط وخلصت القعدة وأنا طالع قابلني بعض من الصحفيين، اتكلمت معهم قالوا لي إيه اللي حصل يا كابتن؟ قلت لهم النادي الأهلي قال لي، إداني ثلاثة أوبشن، إن أولهم إن أنا أعمل ماتش اعتزال، النادي الأهلي هيعمل ماتش اعتزال وده استثناء لحسام عاشور ولقيمة حسام عاشور، تاني حاجة إن هو يشتغل في قناة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، أيضا إن هو يكون كادر من الكوادر اللي هتبقى متواجدة مع النادي الأهلي وتحمل تكاليف أي فترة معايشة يقرها حسام عاشور خلال اللي جاية. دي الثلاث حاجات اللي تم عرضها على حسام عاشور. فأنا اللي طلعت قلته يا جماعة أنا لسه بفكر، أنا شايف إن أنا ممكن ألعب تاني، حسام بيقول كده للصحفيين يعني. أنا لسه بفكر هشوف أنا هعمل إيه. فالرسالة اللي حسام بيوصلها، كابتن حسام عاشور بيوصلها لجمهور النادي الأهلي، بيقول إن هو بيكن كل التقدير والاحترام لكل جمهور النادي الأهلي ولكل اللي شافه خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا منذ أن تم الإعلان عن إن ده آخر موسم لكابتن حسام عاشور كابتن النادي الأهلي داخل النادي الأهلي. قال لي يا كابتن أنا، قال لي انا في وقت قعدت ادمع وعيط من كتر الكلام اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا ومن كتر كميه الحب للناس واقفه فيها معايا. فمن فضلك قول لهم، هو قال لي كده، قال لي من فضلك قول لهم ان الكابتن حسام عاشور، او حسام عاشور يعني، عمره ما قال ان النادي الاهلي باعني، عمره ما قال ان النادي الاهلي ما قيمش حقي او ما ادانيش حقي. قال لي انا ما قلتش الكلام ده اطلاقا، ومن فضلك يا كابتن لو حضرتك طالع النهارده قول لهم، قول لجمهور النادي الاهلي الكلام ده. فانا ببلغ حضراتكم رساله كابتن حسام عاشور ان كل ما قيل على لسان حسام عاشور خلال الفتره السابقه هو كلام عاري من الصحه. الحاجه الوحيده اللي صح ان هو بعد ما خلص اجتماعه مع لجنه التخطيط قال يا جماعه انا اتعرض عليا ثلاث حاجات، والنادي الاهلي قال لي هعمل لك ماتش اعتزال.
وكان متأثر طبعا لأنه كان شايف أنه هو ممكن يروح يجدد لسه أو هيقعد يجدد سنة كمان أو سنتين مع النادي الأهلي، وده كان اللي كان في دماغ حسام النهاردة أو يعني يومها. فده اللي حصل بالنسبة لكابتن حسام عاشور. تاني حاجة، هل حسام عاشور هيقبل العرض بتاع النادي الأهلي ولا هيلعب في نادي تاني؟ حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم، حسام عاشور لم يقرر هل هو هيقبل بعرض النادي الأهلي اللي اتعرض عليه من قبل لجنة التخطيط ولا هيكمل لعب كرة قدم. لسه هو قال لي يا كابتن، يعني أنا حتى قلت له حسام فكر كويس خلال الفترة اللي جاية، لأن أنت كابتن النادي الأهلي التاريخي، أصبحت كابتن النادي الأهلي التاريخي، أكتر كابتن حمل ألقاب وحمل بطولات، ففكر خلال الفترة اللي جاية. لسه قدامنا وقت، أعتقد لسه قدامنا على الأقل مش أقل من أسبوعين مش أقل من أسبوعين 3 أسابيع لحين ما نشوف هل سيتم، هل كرة القدم ستعود مرة أخرى، هل سيتم إلغاء الدوري، الأمور شكلها هتختلف يعني خلال الفترة اللي جاية بعد ما نعرف إيه اللي هيحصل في موضوع كورونا. فحسام قدامه وقت، حسام قدامه وقت ان هو يفكر جيدا في كل العروض اللي قدامه، سواء اذا كان هناك عروض من بعض الانديه داخل مصر، خدوا بال حضراتكم من الكلام، بعض الانديه داخل مصر او خارج مصر، او عرض النادي الاهلي اللي عرضوا عليه اللي هو استثناء لان ده اسمه حسام عاشور، اللي هو نحن هنعمل لك مباراه اعتزال وفي نفس الوقت هتبقى متواجد في قناة النادي الأهلي، وأيضا إذا كان تفكيرك إداري أو عندك تفكير إداري أو فني أن أنت تبقى تطلع تعمل فترة معايشة، النادي الأهلي سيتحمل كل تكاليف هذه الفترة. لأن اللي أنا بسمعه بقى خلال الفترة اللي فاتت دي، وأنا الحقيقة لما بقعد أسمع أنا دايما بحب أبقى أو أصل للموضوع، فعشان كده أنا استنيت اليومين اللي فاتوا وبعد كده كلمت كابتن حسام النهاردة علشان أفهم منه إيه اللي حصل وإذا كان قال الكلام ده فعلا ولا ما قالوش. لأنه حسام من نوعية اللعيبة اللي ما بتكذبش، حسام عاشور من نوعية اللعيبة اللي ما بتكذبش، من نوعية اللعيبة المحترمة، من نوعية اللعيبة اللي عمرنا ما شفنا أو سمعنا منهم حاجة وحشة. حضرتك بقالك يعني اللي عنده 16 سنة دلوقتي، اللي عنده 16 سنة أو بلاش، اللي عنده 32 33 سنة دلوقتي بدأ مع حسام عاشور وهو عنده 16 سنة. هل عمرك سمعت إن حسام عاشور عمل مشكلة داخل النادي الأهلي؟ هل عمرك سمعت إن حسام عاشور عمل أي شيء، كان محطوط احتياطي، كان محطوط جوه الفرقة، كان محطوط بره الفرقة، عمرك سمعت حاجة؟ كم المشاكل اللي حلها حسام عاشور ككابتن للفرقة خلال الفترة الأخيرة؟ حضرتك عرفت قد إيه؟ فبالنسبة لي، ومش بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي كأهلاوي بعيدا عن أن أنا زملت حسام عاشور أو أن احنا تزاملنا مع بعض لمدة 5 6 سنين مع بعض، ولكن كأهلاوي أنا بحب هذا الرجل جدا جدا جدا، بحب شريف إكرامي جدا جدا جدا، وأتمنى أن الاتنين يبقى ليهم الخير خلال الفترة اللي جاية. ولكن هي رسالة قاطعة بيقولها كابتن حسام عاشور، وبقية الرسالة كمان أن هو بيقول ان هو خلال الفترة القادمة اي حاجة هتتعمل هيقولها صوت وصورة، يعني ممكن يطلع داخل قناة النادي الاهلي، ممكن يطلع في احد البرامج الرياضية زي ما هو هيحب او هيقرر، هيطلع يقول هيعمل ايه خلال الفترة اللي جاية. لكن حتى هذه اللحظة حسام عاشور بيدرس كل الامور، بيدرس كل الامور. خدوا بال حضراتكم، مشكلة بالنسبة للعيب الكرة، الناس فاكرة ان الموضوع اصله بسيط، لكن المشكلة بالنسبة للعيب الكورة، انا واحد دخلي في الشهر مثلا جنيه، الجنيه ده فجأة ما بيبقاش موجود، وبعدين الجنيه ده ما بيبقاش موجود، في حاجات حصلت قبل كده، ولكن انا مظبط بيتي ومظبط حياتي على جزء بيخش لي او على مبلغ بيخش لي، المبلغ ده ما بقاش يخش مرة واحدة وبعدين ايه، مش هيخش تاني، مش هيخش تاني خلاص. فكل واحد دايما لما بيجي يفكر بيفكر بهذا المنطق. فحسام عاشور عمره ما اتكلم على النادي الاهلي كلمه وحشه، شريف اكرامي
اتكلم كلمه وحشه على النادي الاهلي. انا الحقيقه حاولت ان انا اتواصل مع شريف 3-4 مرات، ولكن من الواضح ان هو قافل تليفونه، وكنت اتمنى ان انا اتواصل معاه برضو عشان لو كان عنده وجهه نظر عايز يطلع يقولها، او كان من خلال مسج اقدر اوصلها لجمهور النادي الاهلي. ولكن انا عارف ان شريف يملك من الذكاء ويملك من الفطنه، وايضا حسام عاشور يملك من الذكاء ويملك من الفطنه ان هو يقدر يرد على كل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. ولكن هو حسام تحديدا، لان هو اللي انا كلمته، محتاج وقت شوية علشان يفكر كويس في العرض المقدم ليه من لجنة التخطيط ومن إدارة النادي الأهلي، وأيضا يفكر في حسام عاشور. جاي له 4 عروض من مصر، 4 عروض من مصر ليس من بينها نادي الزمالك، 4 عروض جوه مصر ليس من بينها نادي الزمالك، عشان تبقوا بس حضراتكم إيه مستريحين من جواكم. يعني اي حد اهلاوي بيحب حسام عاشور، انا بقول لحضرتك ان حسام عاشور جاي له 3 أو 4 عروض من مصر ليس من بينها نادي الزمالك. وانا الحقيقه ما سالتش حسام، ما سالتوش الموضوع ده، لانه انا عارف دماغ حسام كويس جدا، وعارف اهلاويه حسام عاشور كويس جدا، وعارف قد ايه حسام عاشور بيحب جمهور النادي الاهلي جدا، وعارف ان اللي كان وعلى فكره انا استاذنت حسام في كل اللي انا بقوله ده، في كل اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده انا استاذنت فيه حسام. لا، موضوع الزمالك ده حاجه انا عارفها بعيدا عن حسام، لكن انا حتى ما سالتوش في هذا الموضوع، لانه كابتن النادي الاهلي ورمز من الرموز اللي هتظل دايما موجوده في النادي الاهلي، اسم حسام عاشور ده يا جماعه اسم كبير جدا. نفس الكلام بالنسبه لشريف اكرامي، خدوا بال حضراتكم، شريف اكرامي الموضوع بالنسبه له يعني مختلف بقى شويه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم حسام لو حب يقول حاجة هيقولها صوت وصورة، سواء من خلال قناة النادي الأهلي، من خلال برنامجنا إن شاء الله ملعب الأهلي، أو مع أي من الزملاء اللي موجودين في منتشرين على الساحة الرياضية، كباتن الكبار اللي متواجدين في كل الساحة الرياضية. قال لي كده، قال لي أنا بعد كده لما يحصل حاجة، لما قرر أنا هعمل إيه هطلع أتكلم صوت وصورة، لكن إن أنا أقول كلام يتنقل عن لساني بطريقة أو بأخرى تزعل مني جمهور الأهلي اللي طول عمري دماغهم أو أنا آسف، إن جمهور النادي الأهلي ده هو الأساس في كل شيء. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم دي رسالة كانت مهمة جدا جدا من كابتن النادي الأهلي كابتن حسام عاشور. من فضل حضراتكم